عبثا تحاولون لا فناء لثائر، هكذا هو لسان حال طلبة العراق في مواجهة السلطة وميليشياتها منذ أول يوم للإضراب العام أواخر شهر تشرين الأول الماضي، دعما لثورة العراقيين لإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. صمود شبابي قل مثيله، وعزيمة لا تهن بالنسبة لأصحاب القمصان البيضاء الذين ما زالوا يتدفقون أفواجا باتجاه ساحات التظاهر بشكل شبه يومي لمؤازرة إخوتهم المعتصمين. فهم مصرون على التغيير الشامل لمنظومة فاسدة عملت على تدمير التعليم مثل باقي القطاعات الحيوية المتهالكة من جراء فساد ممتد كاد أن يلتهم أحلام هؤلاء الطلبة قبل انطلاق الثورة. يسرد التاريخ في الكثير من صفحاته بأن معظم الثورات التي ينضم إليها الطلاب مصيرها النجاح المحتوم، وهو أكثر ما تخشاه الأحزاب المتمسكة بالسلطة وميليشياتها، ولذلك كان للطلبة نصيب لا يستهان به من الانتهاكات والاعتداءات والترهيب من قبل ميليشيات السلطة، آخرها جريمة النجف التي نفذتها ميليشيات القبعات الزرقاء التابعة لمقتدى الصدر ضد المعتصمين السلميين الذين يشكل الطلبة قسما كبيرا منهم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وهي واحدة من سلسلة جرائم ارتكبت ضد الطلاب لثنيهم عن المضي قدما في طريق إسقاط السلطة الفاسدة بالطرق السلمية. لا مجال للمحاباة على حساب دماء الشهداء، يؤكد أحد طلاب النجف، فالجيل الجديد مصر على المضي في التغيير. في الواقع لم يعد هناك مكان للعواطف في مقابل المواقف. هذا يذكرني الموقف الآن، نحن هسه متظاهرين نجف الأشرف هنا بساحة الصدرين، الجماعة صدرين يطبون، احنا متظاهرين صدريين، احنا المتظاهرين صارنا هنا 100 يوم، أبوي ويا صدرين، أنا ويا المتظاهرين. ذكرني هذا بأحداث فيلم الرسالة، حيث أجبب الربيعة ويا جيش الكفار، ها؟ وابنه ويا جيش المسلمين، فتواجهوا وجه لوجه. معركة تحرر العراق مستمرة بين معسكر الشعب وخندق السلطة، إذ لم يعد لدى الأخيرة أمام إرادة الشعب غير إطلاق الرصاص ومحاولات مستمرة لتكميم الأفواه.